بخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ دكتور باسم، جراح تجميل سلسلة قصر القامة. كتير بيسألوا عن قصر القامة، أنه طول الطفل بيكون أقل من المعدل الطبيعي للطول طبقا للقياسات ومقارنة بمنحنيات النمو، سواء للبنات يعني الطفلات أو الأطفال الذكور أو الإناث. هلا عادة بالمجمل بحسوا الأهل إنه الطفل أقصر من غيره، مو الطفل هو اللي بده يحكي عن هذا الموضوع، أو بيكون ممكن أضعف منه سواء بدنيا أو عضليا. شو الأسباب؟ في أسباب مرضية وغير مرضية. الأسباب غير المرضية إما وراثية، يعني الطفل ورث صفة القصر، وهي لازم إلها يكون تاريخ وراثي في العائلة، الأب، الجد، الخال، العم. وفي قصر مؤقت كمان بيبقى طبيعي في سن معين، بيطول الشخص او الطفل، كمان ممكن يكون يعني بدنا نقول تاخر في النمو لفتره وبعدين بيرجع يزداد، وهذا ممكن يكون كمان وراثي وله الاقارب بيكون هيك. شو الاسباب المرضيه؟ الاسباب المرضيه عاده اكيد ممكن معظمها يكون لها علاج، وبعد فتره ممكن يكون علاجها بهرمون النمو او ما شابه ذلك. كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. بعض المتلازمات مثل تيرنر ممكن نحكي عنه لاحقا، ضعف او قله افراز هرمون النمو حكينا عنه، الغده النخاميه، قله افراز هرمون الغده الدرقيه، اضطرابات الغده الكظريه، هون لحد هلا عم ينحكى عن اسباب غديه، سوء التغذيه الشديد وخصوصا نقص البروتين، امراض المزمنه مثل الكبد، امراض الكبد، القلب، قصور كلوي، بعض مشاكل بالقلب، الاطفال اللي كانوا احتاجوا الخدج واحتاجوا لدخول الحضانة، الأطفال أصحاب الأمراض اللي بتعالج بالكورتيزون، هذا بيأثر على النمو، السيلياك ديزيز حكيت عنه. كيف تشخيص قصر القامة؟ عن طريق قياس هرمون النمو في الدم وهرمونات أخرى وعمل فحوص أساسية لاستبعاد السبب وصور الدم واختبارات الحساسية، إضافة إلى أشعة لعمر العظم على اليد لتقييم الحالة بشكل أساسي، عادة يصور المعصم حكينا. كل ما كان تشخيص مبكر النتائج بتكون أحسن. كان أحد اللاعبين المعروفين، في ناس كتير بتحبه، ميسي، لعب كرة الكرة الأرجنتيني، تعالج بهرمون النمو، بعدين صار من أشهر اللاعبين بالعالم. اهلا وسهلا، شير للفيديو، شاركوا القناه، شاركوا الفيديو وتفعيل زر الجرس ولايك سبسكرايب.